بدنا كوبين جزر وبازيلا مقطع، بدنا فاصوليا، بدنا لبن اكيد من طيبة، بدنا مايونيز، خل، عصير ليمون، ثوم، زعتر، ملح وفلفل. هذه السلطة ببساطة وسهولة، يعني ما فيهاش هالشيء المعقد، لكنها طيبة كثير وبتنفع للحفلات والأعشية. حلو الأعشية. الأعشية. حلو ده. أيوه. حلو ده الأعشية. منضيف الخضار المسلوقة كلها، عندي هون البطاطا، وعندي الفاصوليا الخضراء، وعندي البازيلا والجزر. يا عيني عليك. بدأت الريحة. نعم نعم نعم. طبعا الآن بدنا نضيف لنا شوية لبن من طيبة، وعندي هالزعتر من الضياء، خل من الضياء، عصير ليمون، الله عليك، ثوم مفروم، أكيد بدنا نضيف من الملح، الفلفل الأسود، وأخيرا وليس آخرا بنضيف المايونيز. يا عيني